صمدي في واحد كلمة في حق المغرب فاسي ومولدية وجدة، النزول ديالهم إلى القسم الوطني الثاني. صراحة نزول فريقين عريقين اللي صراحة عندهم مكانة في القسم الأول ما عندهمش المكانة في القسم الثاني. فريق المغرب الرياضي الفاسي وما أدراك ما المغرب الفاسي، اللي زود المنتخب المغربي منذ القدم لاعبين كبار، يعني كلهم كبار، نبداوها من الحارس الابيض مرورا بحميد الهزاز، عبد الله التازي، عبد الفتاح الغياتي، عبد السلام بونو، اشابي، يعني خراق، ليمان الله يرحمه، كلهم هاد اللاعبين هادو الكبار اللي ديال المغرب الفاسي. عار وعيب على المسؤولين ديال فاس ينزلوا هاد الفريق القسم الثاني. مدينة فاس اللي فيها 3 مليون وزيادة ديال البشر وتخلوا المغرب الفاسي الفريق هذا ينزل بالطريقة هذه، والله هذا منكر، هذا والله العظيم منكر بالله. يعني فين هما المسؤولين ديال المغرب الرياضي الفاسي؟ وحنا محبين هنا في بروكسل بكثرة، تحسبوا على الفريق ديالهم، تحسروا على الفريق ديالهم. هذه مسؤولية كيتحملها المسؤولين ديال الفريق المغرب الفاسي. إدارة مسؤولين على راسي الوالي العالمي رفقة رشيد طوسي، اللي ما قامش بالانتدابات الصيفية ولا الشتوية. لما ما تقوم تبيع انت اللاعبين وما تنتدبش اللاعبين، فاعلم ان الفريق ديالك غادي غادر. نفس الشيء الفريق المولودية الوجدية، فكيف يعقل انت تجيب واحد المدرب نزل الفريق في الجزائر حطوا للقسم الثاني وجا المولودية الوجدة نزل القسم الثاني، بغض النظر عن النتائج وعن المشاكل اللي تعرض لها المولودية الوجدية من التحكيم الى اخره. فصراحة يبقى فينا الفروق العريقة في المغرب، وهذو كيذكرونا بالفروق اللي كلاشات وما بقيناش كنسمعوها، كشباب المحمدية، كنهضة سطاتية، كهلال الناظور، اتحاد سيدي قاسم الى اخره، اللي كانوا كيزودوا وكانوا كينوروا البطولة الوطنية المغربية، ما بقيناش كنسمعوها نهائيا. ونتمنوا هاد المسؤولين ديال المغرب الفاسي ونتمنوا المسؤولين ديال وجدة يفيقوا من النوم، يفيقوا من النوم العميق. الله يودي مولودية وجدة تخليوها تتحب الطريقة هذه. المسؤولين هذا، هذا منكر هذا. إما تسيروا لنا الكرة ولا إما حيدوا من الطريق. خليوا الناس اللي عندهم دراية بالموضوع. دابا المشكل عندنا سي نور الدين، هما حتى المسؤولين عندنا في الجامعة لا يفقهون في كرة القدم. ما كيسيروش كرة القدم باحترافية. ما كيسيروه، ما عندناش مسيرين. سير عشوائي. ولهذا أنا كنراسل، كنقول الرسالة ديالي من هنا من قلب العاصمة من بروكسل. هاد الفروق هاد العريقة اللي ذكرت، المغرب الرياضي الفاسي ينزل القسم الثاني. احنا شفنا النادي المكنازي نزل القسم الثاني هو مشى للهوات. وما أدراك ما النادي المكنازي اللي عطات لاعبين كبار. وهذا المشكل، هذا هو المنكر. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يهدي هاد الناس هادو، واللي ما كيفقاش في تسيير كرة القدم نحيد منه وخلي الناس يسيروا كرة القدم. شكرا اخي الصمادي على الغيرة ديالك على الرياضة وعلى كرة القدم بالمغرب. هذه ماشي غيرة.